السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المقطع الثالث من تفسير سورة لقمان. نستمع إلى قراءة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والآن مع التفسير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيها فيما أعد الله لهم فيها. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ماكثين فيها وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه، وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. هكذا نكون انتهينا من تفسير المقطع الثالث من سورة لقمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.